لم يكن إبراهيم عبد الصمد محظوظا بالشكل الكافي مع كرة القدم بعدما لعب للأهلي في ظروف صعبة على أثر حرب 67. عاش سنوات عصيبة شهدت توقف النشاط الكروي لفترات طويلة، لكن الحظ عوضه باللعب مع نجوم كبار مثل صالح سليم، طارق سليم، الفناجيلي، أنور سلامة، مروان كنفاني، هاني مصطفى وغيرهم. صعد عبد الصمد للفريق الأول بالأهلي عام 70 وحتى عام 76. خلال تلك الفترة كان مثالا لنجم الكرة الملتزم الهادئ الذي لا يفتعل الأزمات أو المشكلات أبدا. اتجه عبد الصمد لمجال التدريب مبكرا، وكان له صولات وجولات في قطاع الناشئين، ساهم في اكتشاف عدد من النجوم، لكن ربما لا يعرف الكثيرون أن عبد الصمد كان سببا في عدم ابتعاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي عن الملاعب مبكرا بعد إصابته في الركبة. الآن يواصل إبراهيم عبد الصمد هوايته في اكتشاف المواهب ورعاية النجوم الصغار، يعرف جيدا أن مستقبل الأهلي في هؤلاء الصغار، يستعين بالمحاضرات الفنية المميزة بالاتحادين الدولي والإفريقي لصقل اللاعبين الصغار وتطوير مهارات المدربين. إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديمية الأهلي لكرة القدم يتحدث معنا في كل صغيرة وكبيرة عن أكاديمية الأهلي ورسالته للمواهب الصغيرة مع الأهلي يحاور.